لا تجنينيني، عم قلك اليوم خطبتي. يا حبيبتي يا حبيبتي، كل المشوار ما رح ياخذ مني غير نص ساعه روحه ونص ساعه رجع. ميديا نص ساعه، عندي موعد نال كافيه ومانيكير وبديكير ولسه عندي بروفة تصوير، شو بدي اعمل بكل هالوقت؟ قولي لي بس فهميني انت لوين بدك تاخدينا؟ خلص بس تروحوا لهنيك بتعرفوا. يما ليكون جوزتي انت وحسان؟ لا طمني ما جنيت لسه. ميدو ما بمشي الحال تروحي من دوني؟ خدي الصبايا كلياتهم، انا عندي محاضره كثير مهمه لازم احضرها اليوم. ميديا الله يوفقك، اجلي موعد لبكره. لا حبيبتي لا تؤجل عملي اليوم الى الغد، اليوم يعني اليوم. خلصنا نور، يلا حبيبتي قومي البسي. حبيبتي عم قلك ما معي ولا نص ساعه، شو بعمل؟ نور اسمعي كلام اختك الكبيره، اخوات اخر زمن. شوف هالمشوار الضروري شو هو. ميدو حياتي الله يوفقك، قولي لي لوين رايحين؟ والله ما بجيب سيره لحدا. انت تحديدا ما راح اقول لك. نسمة عينك على سميحة، انا رايحة البوس، اوعى تخليها تهرب. ماشي لك بعيونك، الف طلب من هالطلب. وين تتحركي؟ ها يا الله يلا بدي اروح. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالصبايا، نور النادي. يمو 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 شو ولي بشن؟ شو رايكم يا صبايا؟ بجنن بيطير العقل. بس ليش جايبتينا لهون ميديا؟ مشان ينحرق قلبي بزياده يعني؟ وليش رح تحترق قلبك حبيبتي؟ اه لك شو ليش؟ انت اكثر وحده بتعرفي قديش انا بحلم اني اشتغل بهيك نادي. ميدو اذا بتعرفي صاحب المحل هذا تبع النادي خليه يشد للبنات. ايه عن جد ميدو، هل انا بعرفه؟ ايه وبتموني عليه؟ مليون بالميه. يعني بدك تخليني اشتغل هون؟ مو بس رح تشتغلي، رح تكون هاي الصاله بادارتك، ومن هاللحظه بتعتبري حالك مديره النادي. ميديا عم تحكي جد ولا عم تمزحي؟ لحظه لحظه يا صبايا، ميديا بوس ايدك رجعي عيدي شو قلتي لانه انا مخي ما عم مستوعب. انسه لبنى لقد تم فعلا اتخاذ القرار بتعيينك مديره لهذا النادي. حبيبتي ميدو فهمينا شو القصه. لك مين صاحب النادي؟ بعرفكن على شريكي حسان، له نص النادي. وانت لك النص الثاني؟ بكل تواضع. لك توبري قلبي يا ميديا حبيبتي. لك مبروك لك مبروك مبروك يا لبوني. مبروك. لا 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 لا، هاي طلعتوا بتشربوا من نفس المي وبتشموا نفس الهواء، صح ولا لا؟ لك ويلاه ويلاه.